مرحبا بكم متابعينا الاعزاء. حقيقه في هذه الفتره الحرجه حدث هنا حدثين مهمين، واسلم رجلين عظيمين وشخصيتين مهمتين في التاريخ الاسلامي، الا وهما حمزه بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولكل منهما لقصه اسلامه حقيقه يعني حادثه تروى. حمزه كيف اسلم؟ أبو جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه سبا قبيحا وضرب النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الخبر عن طريق مولاه لعبد الله بن جدعان، كان بيتها على رأس الصفا فشاهدت هذا الحدث. أخبرت حمزة وهو عائد من رحلة القنص متوشحا قوسه، فأخبرته بأن أبا الحكم، أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، فعل وفعل. فغضب حمزة رضي الله عنه وكان أخ للنبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، وذهب إلى أبي جهل وعنفه وسبه سبا شنيعا، ثم أخذه وضربه بقوسه فشج رأسه. فلما قام بنو مخزوم، قام أبو جهل يعني أرادوا أن يمنعوه، هنا قام بنو هاشم، فقال أبو جهل على رسلكم فإني قد سببت ابن أخيه سبا شنيعا. فهنا لما ضربه الشاهد هنا، لما حمزة لما ضرب أبا جهل قال أتسب محمدا وأنا على دينه، وهنا في الحقيقة لم يدخل بعد في دين الله، لكن ثورة الغضب والحمية لابن أخيه جعلته يقول هذه الكلمة، مما قاده طبعا قاده عقله ورجاحته، ثم هذه الكلمة كانت سبب في دخوله في دين الله. عمر رضي الله عنه، عمر أيضا كان معاديا لدين الله وخرج ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فيعترضه رجال من بني زهرة. إلى أين؟ قال إلى محمد. قال محمد اذهب إلى قومك، أختك وزوجها سعيد بن زيد ما أسلم، فذهب إليهما مغضبا ودخل عليهما، وعندهما خباب بن أرت رضي الله عنه ومعه صحيفة يعلمهما شيء من القرآن، فضربهما، ضرب سعيد وضرب أخته. ولما أراد أن يمسك بالصحيفة قالت له لا تمسكها، وأنت مشرك نجس. فذهب وتطهر وقرأ الآيات من سورة طه، فكانت سببا في إسلامه.